مرحبا بكم في هذا الفيديو على قناتكم 3Leaf Tech، قناة تعليم البرمجة باللغات الثلاثة العربية الفرنسية والإنجليزية. في هذه الحلقة سنتعرف على طريقة كتابة أكواد الجافا. نقوم بإنشاء مشروع جديد كما رأينا في الحلقة السابقة، جافا Application، ثم Next، ثم أكتب اسم المشروع، ثم Finish. تم إنشاء المشروع. نجد مع البداية بداية ملف الجافا في أي باكيج، إلى أي باكيج ينتمي. ينتمي إلى الباكيج مثلا في هذا المشروع سينتاكس جافا، فاصلة منقوطة، ثم يبدأ الكلاس، ثم يغلق في الأخير الكلاس الأساسي. اسم الكلاس هو نفس اسم ملف الجافا كما ترون. ثم في كتابة سطر أوامر أو أمر في لغة الجافا، يجب علينا كتابة الأمر ثم فاصلة منقوطة ثم يكون فاصلة منقوطة. مثلا تكتب أما البلوكس أو مجموعة الأوامر التي لديها علاقة ببعضها البعض ستكون عبارة عن حاضنة محصورة بين حاضنتين، حاضنة فتح ثم حاضنة إغلاق، وهذا أمر من أوامر الجافا وهو أمر الطباعة system.out.print. الآن ثم فاصلة منقوطة. إذن أوامر الجافا ستكون عبارة عن الأمر وفي الأخير فاصلة منقوطة. مثلا البلوك التالي يحتوي على أمرين وهما محصوران بين حاضنتين. إلى غاية الفيديو التالي، لا تنسوا متابعة، إعجاب ومشاركة الفيديو والقناة مع أصدقائكم.